يتحمل مسؤولية تردي هذا الوضع بشكل مأساوي؟ المسؤولية مشتركة. أول المسؤول القيادة السياسية، لأنه يقدر يضبط البلاد، يقدر يعدم الفساد، يقدر تركوا الأمور مصرعيها. المسؤولين كلهم يعتبرونه فرصة ذهبية، كلهم يلهبون، ما حد يحاسب حد. مهب توك اللي سويه، صراف، تاجر، مسؤول، مشي روح، ما حد يكلمك. إلى متى سيستمر هذا الوضع المأساوي وما هو الحل برأيك؟ والله الحل في الوعي. الوعي إذا كان الشعب وعاء حقوقه وواجباته، ترك الخوف، هم سيطر على الناس الخوف من الخروج. برضو هي يعني بالنسبة لنا إحنا يعني قامت الناس بيدخلون لك من دسين، بيخربون، بيسوون شغلة، يعني في جهات ثانية يدخلهم يخربون قيام الناس، طالبة الناس بحقوقها. فالوعي هو كفيل اللي بيعد الميزان. الناس ضروري تتوعى، مش أي واحد من خبز سياسية تضحك عليهم دي يقول لك أنا بيجيب لك مدري إيش، دي يقول لك أنا بيجيب. كلهم كذابين اللي موجودين، كلهم يتحكم فيهم واحد أو اثنين، دول كلها برا عقليمية. هذا لا، أدوات، كلهم موجودين في الساحة، كلهم أدوات دون استثناء. تستغرب يا أخي، في ناس مخب عندنا، مخب سياسية، يعني قصدي مخب مجتمعية، بتمسك لك في حلم، في حلم، والله في حلم، يقول لك هذا فلان، هذا المكون فلان بيجيب لي السمن، بيجيب لي العسل. طيب لا، ما جاب لك يا شخص 7 سنين، ايش سوى لك؟ كلهم كذابين، لا حد بيجيب لك شيء، بس خلاص مصر هذا الفلان الزعيم الفلاني، والله هذا الفلاني، والله هذا. وكلهم بالنهايه هم مبسوطين مرتاحين، ابنائهم في الخارج مبسوطين، ما حد قمهم طول يتعلمون ويدرسون، تاركين نحن فيها.